هذه هي شاشة فايتر من شركة ماتوس. شاشة هذه تجينا بـ IPS panel بمعايرة الوان تاع sRGB 98%، شاشة فول اتش دي بتردد تاع 180 هرتز بتأخير تاع 1 ملي سكند. بكل هذه المواصفات والسعر تاعها اقل من 3.5، اي حوالي 160 دولار. هل تستحق الشراء بهذا السعر او لا؟ كل شيء راح نشوفه في هذا الفيديو ان شاء الله. ليتس جو. تخلص من علامة ويندوز المزعجة بلا ما تدفع سعر مفتاح كامل. تقدر تحصل مفاتيح ويندوز 10 و11 الاصلية من عند كيز فان، فقط تدخل تخير واش راك حاب تشري، تحطهم في السلة دير لهم كود الخصم GD50، ينقص لك 50% من السعر الاجمالي. مفتاح ويندوز 10 يسقى منك 9 دولار فقط. بعد ما تدفع يوصلك المفتاح الى الايميل، دخلوا في الاكتيفيشن سيتينغ وعندك ويندوز مفعل مدى الحياة. تلقاو الروابط لتحت في وصف الفيديو للحصول على افضل الاسعار من كيز فان. السلام عليكم خواتي، واش راكم، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم زيروس في فيديو جديد، وان شاء الله جبت لكم مراجعة لشاشة من عند شركة ماتوس. شاشة هذه اقتصادية وما عندهاش بزاف من اللي خرجت فيها، مواصفات ممتازة جدا مقابل السعر تاعها. وبما انه الشاشة تاعي الرئيسية بعد من عند شركة ماتوس، ولات عندي شويه خبره مع هذه الشركه، مجربها درك حوالي واحد 8 اشهر، نفس التجربه يعني ما فزت فيها حتى حاجه، والله ما لقيت فيها حتى ديفو. ننصحكم باش تروحوا تشوفوا المراجعه تحت، تلقاوها لهنا الفوق. ونبداو نتحدثوا شويه على الشاشه هذه. بدايه الحجم تاعها 24 انش، يعني ماهيش كبيره بزاف، ماهيش كما الاخرى 27 انش تاع سايكلون. بدقه 1080p، يعني متناسقه جدا مع هذا الحجم تاع 24 انش. والبيكسيلات تاعها ما جاوش كبار، يعني قراب تاع 2K، تاع 2K يبقاو صغار شويه عليها، ولكن ماكش راح تلاحظ هذاك الفرق، يعني راح تكون الكثافه تاعها ممتازه جدا. ننتقلوا لفتح العلبة تاع الشاشة، وبعدها نرجعوا للمواصفات تاعها. أول حاجة لاحظوها اللي هو الديزاين تاع العلبة تاعها من برا جيد، يعني حسنوا فيه بزاف خلاص مقارنة مع الشاشات اللي كانوا على الأول. كي نفتحوا العلبة، المحتويات اللي يجيو مع الشاشة، أول حاجة راح لاحظوها اللي هي فيها الكابل تاعها تاع الباور، داروه كشغل شارجور يدخل في الحيط ويجي ديريكت خيط المونيتور، يعني راح تكون التنظيم تاع الكابل مانجمنت مليح بزاف خلاص، أفضل بكثير من هذاك الإكسترنال باور اللي تحطه على الديسك تاعك وتخرج منه خيط وديه للحيط. يجي معها الكابل تاع الديسبلاي بورت، يجيو معها هذو الكتيبات والورقة تاع ضمان. الشاشة هذه يجي معها ضمان تاع امين كاملين، حاجة مليحة بزاف من الشركة هذه تاع ماتوس. ويجي معها ستاند تاعها اللي يجي مقسم لزوج قطع، كاين في هذه القاعدة اللي هي عبارة عن قطع حديدية هكذا صغيرة كما تشوفوا فيها. ويجي معها هذا ستاند الحجم تاعو ماهوش كبير بزاف. المرة هذه ستاند جانا مصنوع من الحديد وحاجة مليحة بزاف خلاص، يعني الشاشة راح تكون ثابتة. وننتقلوا للشاشة نجبدوها. التركيب تاع ستاند في الشاشة شوية ماهوش كما الشاشات الأخرى ممكن سهل بزاف، هذه لازم تشبح شوية ليفيس، لازم تشبح زوج من الفوق، تزيد تهبط من تحت، تزيد تشبح لها زوج في القاعدة حمل تحت، وهكذا تكون ركبتها. الخصائص تاع الشاشه هذه بدايه بالستاند، كي عندنا راني نحكيو عليه ستاند هذا سامبل في هذه المره، يعني ما فيهاش بزاف مميزات، ممكن راه يعتبر حاجه اللي ناقصه شويه. هو صح بلي الجوده تاعو عاليه وكلش وراه يحكم لك، ولكن ما تقدر لا تطلع ولا تهبطه. كاين فيها غير الوضع تاع الشاشه، يعني تميلها شويه لتحت والفوق، هذا ما كان يعني فيها غير هذه خاصيه. كنت تحب تدور الشاشه هكذا والله هكذا لازم تدورها كامل. والستاند هذا المربع تقريبا افضل في كلش من ستاند هذاك تاع الارجل، هذا تقدر تحط فوقه كاش حاجه ما يديلكش بلاصه بزاف بعد من الديسك. وايضا فيها بزاف مميزات اللي زادوها مختلفين على الشاشات اللي كانوا من قبل. اول حاجه خلاص اللي تلاحظوها واللي هي الجويستيك هذه اللي داروها هنايا في الشاشه تاعي هذيك تاع سايكلون، السلبيه الاولى خلاص اللي حكيت عليها واللي هي الازرار، قلت بلي الازرار ماهمش ملاح وماهمش باينين، ومنه تنقل فيه سهل خلاص بالجويستيك هذه، راك تحرك الربع اتجاهات وراح تسهل عليك بزاف، ماهيش كيما القفل هذوك تبقى تغلط وتبقى تخرج والاخر. والاو اس دي في هذه المره داروا واحد ممتاز جدا، الشكل تاعو باهي كما تشوفوا فيه، وزادوا فيه بزاف خيارات وتقنيات اللي ممكن راح تستفادوا منهم. شوي هذو الخيارات الاولين اللي راه يساعدوك في اللعب، ولكن لقيت باللي ما كانش فرق كبير بيناتهم بزاف. والاف بي اس مود لقيته سيء، يعني ولا الجوست فيه زاد. لقيت باللي ستوندار مود اللي يجي الاول خلاص هو الافضل، وباقي الاعدادات اللي راح تلقاهم في اي او اس دي تاع اي شاشه، كيما مثلا البرايتنس اللي راح تزيد وتنقص له، لو بلو لايت فيها الكونتراست تاعها تزيد وتنقص، الالوان تقدر تزيد فيها وتنقص كيما تحب. وفي هذه الميزه الخفيه اللي تقدر تحتاجها ممكن في تحديد منتصف الشاشه، وتقدر تستعملها في الالعاب تاع الشوتر ولا شغل باش تحدد المنطقه تاع الطلق. كاين بعض الالعاب اللي ما تلقاش النقطة هذيك اللي فيزي منها يوليو يديروا لكم النقطة تحمى، هذه ممكن تحتاجها في الالعاب. وفيها واحد المعلومات على الصوت، تزيد وتنقص الصوت والاخر، مع انه للعلم ما فيهاش باف، يعني الناس اللي راهم يحوسوا النقطة هذه ما فيهاش سماعات داخلية، ممكن تركب لها سبيكر لانه كان فيها المدخل تاع سبيكر. وايضا زادوا فيها خاصية مليحة بزاف خلاص، تحويل بين دو بورت هذا راح يكون اوتوماتيك، يعني كي تكون مثلا الريزو في وحدة وحدة ما فيهاش، ممكن انت مركب بلاي ستيشن 5 والبي سي طافي ديريكت راح تروح البلاي ستيشن 5. ممكن في الشاشات اللي قبل في الاو اس دي الاولى هذاك كيما اللي في الشاشة تاعي، لازم تروح انت وتخير البورت اللي راك حاب ديماري منه شاشه، يعني لو كان ما ديرش البورت برك اللي راهو راكب فيها الكابل ماهيش راح تمشي. ويبقى كاين حاجه اللي لازم يديروها في الشاشه تاعهم، وبانت لي انا بلي ماهيش حاجه اللي راح تكلف بزاف، وهي اي اس بي. اي اس بي تحتاجه خاصه في الار جي بي لو كان تركبه من لورا، والله راح المهم تدي باور من البلاصه هذه.
هذه. وكما تشوفوا الديزاين تاع الشاشه من اللورا الشكل تاعها ولا باهي بزاف كما تشوف في هذو الخطوط هذا والستيل تاعها ولا جد ممتاز. زادوا هذه الكلمه تاع ماتوس ثاني اللي بهاتها، وايضا جوده تاع التصنيع تحسنت شويه ولات افضل من السابق، جوده تاعها مقبوله جدا. وانتقلوا للجهه الاماميه تاع الشاشه، شاشه فريملس كما تشوفوا اللي ما فيهاش اطارات، فيها حاجه خفيفه خلاص، شاشه اصريه عادي جدا ملتحت فيها اطار كبير تقريبا كما كامل الشاشات، فيها الكلمه تاع ماتوس هذه بالكرومي. وانتقلوا للحاجه الاساسيه خلاص وهي الشاشه تاعها بعد البانل، جينا باي بي اس بانل. اي بي اس كما على بالك يتميز بالالوان تاعو الملاح خلاص، والزوايا تاع الرؤيه تاع الشاشه ممتازه جدا. الشاشه هذه تقدر تخدم بها صناعه المحتوى، فيها الميزه تاع الاس ار جي بي 98% المعايره تاع الالوان هذه، تقدر تخدم بها معايره الالوان المونتاج وغيره. كيما انايا نخدم معايره الالوان خفيفه يعني ندير تصحيح الوان في الفيديو برك نحب نحطه، ساعدتني بزاف خلاص. حتى من شاشه تاع سايكلون اللي كانت عندي اي بي اس بانل وكانت مساعدتني، والتفرج على الشاشه تفرج المحتوى والله حتى من الافلام الانيم الحكايات هذوك الناس اللي يحبوا شاشات ملاح بزاف هذه راه تساعدكم. والصوت تاعها يوصل بين 250 حتى 300 نيتس عاديه جدا. والفرق الكبير خلاص لقيته في تجربه الالعاب صراحه، تقدم واحد التجربه رهيبه جدا مقارنه مع الشاشه اللي عندي. يعني لو كنت قارنها مع شاشه قديمه ولا لك راك راح تطور من شاشه تاع 60 هرتز لهذه صراحه راح تلقى فرق كبير بزاف خلاص. الفرق ماهوش في ال 180 هرتز، يعني ما كانش فرق كبير بزاف، ممكن كيما انايا ك 165 حتى ل 180. الفرق في التاخير تاع 1 ملي سكند في هذه المره في الفاست اي بي اس ما كانش تاخير خلاص. درت تيست تاع الجوست كيما تشوفوا فيه لهنا، حاجه خفيفه نقطه ممكن ما تبانش، يعني نقدروا نقولوا ما كانش مقارنه مع الشاشه كيما ذيك تاع سايكلون اللي عندي. القضيه هذه تاع التاخير صراحه فاجاتني، لانه انا جربت العديد من الشاشات حتى من شركات اخرى كان فيهم كاين تاخير، ولكن الشاشه هذه التاخير ما كانش خلاص. يعني انا كي درت التجربه تاع الجوست تحرت فيها لعب الايسبورت ولا حتى من لعب ستوري مود، الجوده ممتازه الالوان ممتازه، لذلك في هذا السعر بنت لي راهي افضل شاشه تقدم هذا الاداء على الاطلاق. المهم التاخير تاع 1 ملي سكند هذا في هذه المره يظل يكون قريب شويه، هو دائما بين بلي راح يزيدوا فيها الشركات كامل. بزاف ناس اللي داروا لهم قياس ولقاو بلي ماهيش 1 ملي سكند، ممكن حتى 5 ولا 6، ولكن في هذا الشاشه بنت لي بلي اقل شوي ماهيش في هذيك اللي يزيدوا بزاف، يعني ما زادوش بزاف زادوا غير حاجه خفيفه. كل ما زاد الجوستينغ هذا راهو يزيد التاخير، لذلك المره هذه بنت بلي التاخير تاعها يكون قريب ل 1 ملي سكند. والحاجه المليحه بزاف الفاست اي بي اس هذا يعني هي اللي لعب دور كبير في هذه القضيه تاع الجوستينغ. الالوان تاع الشاشه كما تشوفوا فيهم شاشه ساطعه فيها كونتراست بزاف مليح، شرط نستحى مليحه. الواحد اللي جاي من شاشه تاع تي ان ولا تاع في اي يعني راح تلقى فيها فرق كبير خلاص في الالوان، هذه الالوان تاعها ممتازه جدا ومشبعه. والحجم تاع 24 انش لقيتها مناسبه جدا للاستعمال تاع كمبيوتر، انا كنت حاسب باللي 24 انش صغيره بزاف، ولكن قارنتها مع هذه السايكلون تاعي صح بلي الاخرى كبيره عليها، ولكن ما تنساوش بلي 2K يعني لو كان تروح تجيب شاشه ممكن 27 انش بدقه تاع فول اتش دي راح تلقى تجربه ماهيش صالحه خلاص، يعني راح يوليو البيكسيلات يبانوا الكبار. لذلك يا اما تجيب شاشه كيما هذه 24 انش بفول اتش دي، والله تجيب شاشه تاع 27 انش وتكون 2K يعني راح تولي تزيد في السومه بزاف. هذا هو افضل حجم في هذه الفئه السعريه. بالنسبه لهذيك القضيه تاع الديسبلاي بليدينغ اللي تلقاهم في كامل شاشه تاع الاي بي اس اللي تلقاو شويه ضوء كخارج من الشاشه كي العاده، يعني ما كانش حاجه كبيره بزاف. كي تكون في الظلمه كي تكون مطفي كلش راح تلقى فيها شويه نقاط كما تشوفوا لهنا، هذه بتصوير تاع التليفون وفي الليل يعني ممكن عينك ماهيش راح تشوفها كيما تليفون هكذا لانه مبالغ فيه بزاف، وتليفون شغل راه يزيد لك الاضاءه باش تولي تبان لك التصويره عليها راهي تبان هكذا. ولو كان عندك شويه اضاءه في الغرفه ولا ما تستخدم الشاشه في الظلمه بزاف هكذا ماكش راح تلاحظها بشكل كبير بزاف، وشاشه تاع الاي بي اس كامل تقريبا فيها ما هذا العيب، ولكن ماهيش حاجه اللي تبني عليها اسكت تشري شاشه ولا لا لا. رابط شراء تاع الشاشه اللي تلقاوه لتحت في وصف الفيديو في اول تعليق، وايضا تلقاو الهواتف تاعهم لو كان تحبوا تعيطوا لهم باش ما تستفسروا ولا ممكن تطلبوا عن طريق الهاتف. كسعر مقابل اداء ما لقيتش خلاص شاشه اللي تقدم هذو المميزات، ولذلك الشاشه هذه ننصحكم بها وتستحق الشراء. كما تشوفوا الشركه تاع ماتوس كل مره راهم يجيبوا لنا منتجات سعر مقابل الاداء، ينقصوا في السعر ويزيدوا في المواصفات، حاجه مليحه بزاف خلاص. وزيد الضمان تاعها مليح بزاف خلاص يعني امين، داخله فيها كلش مهم، اي حاجه ممكن تلقاها في الشاشه فاسده ولا كش مدير لك مشاكل بدلوها لك ديراكت، والضمان تاعها فعال. انا كان عندي صاحبي بالك لقى فيها زوج داد بيكسل ولا ثلاثه ولا نسيت قدا، المهم داها بدلها ديراكت بدلوها له مدولو وحده جديده في الكرتونه تاعها، هذه هي الحاجه المليحه ورقم واحد اللي تخلي مليح شركه لنا في الجزائر وتشري منها في الجزائر افضل. كما رايت صرا في القطاع تاع البي سي يعني بزاف محلات اللي ماهمش ربي يكتب لك باللي كاين ضمان وكلش ضمان تاع عام كامل، ومن بعد لو كان تلقى اي مشكل ما يعاودش يرجع لك، يعني تولي تشري من الانترنت افضل بكثير. هنا علاه نشريو من الي اكسبرس لانه السعر وشغل الضمان، درك الضمان كيف كيف كي تشري منها من الجزائر ما كانش ضمان، ومن هي الضمان كاين شويه تقريبا شويه ويروح. كما قلت لكم من قبل كان هذاك الموقع تاع كمبيوتر يونيفرس يبيع شاشات وكانوا بزاف ناس اللي يشريو منه شاشات، درك يحبسوه يعني تقريبا الخيار باش تشري شاشه تشريها من السوق تاعنا المحليه. ان شاء الله يزيدوا يكثروا الشركات هذو راح يكثرون المنافسه، وايضا راح
يكونوا الاسعار مليح بزاف. خلاص والان ان شاء الله نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. اذا كان استفدتوا معنا ولو بمعلومه واحده حطونا لايك لتحت، اشتركوا في القناه اذا كان ماكمش مشتركين. في رمضان هذا باذن الله راني نولي ندير لكم بثوث مباشره لهنا في القناه تاعي تاع اليوتيوب، لذلك فعلوا زماره الاشعارات باذن الله. ممكن قبل صلاه المغرب يعني قبل الفطور ندير لكم لايف تاع اسئله وممكن لعب ممكن اي حاجه، المهم تشوفوا الدعم تاعكم. ما تنساوش تفعلوا زماره الاشعارات لتحت وزيد صفحه تاعي تاع فيسبوك لك راكم حابين نشريكم اي منتج من مواقع تاع علي اكسبرس، راسلوني ثم مرحبا بكم. والمجموعه تاعي تاع تيليجرام اللي راني فتحتها لكم ودرت لكم فيها طريقه انشاء بطاقه الكترونيه وكيفاش تشريو من علي اكسبرس وحدكم، نحط لكم ثم العروض كاين فيها البوت تاعي تاع التخفيضات ايضا اللي نقص لكم من السعر يجيب لكم اسعار مليح بزاف. خلاص اللي ماكمش راح تلقاهم وحدكم كي تدخلوا من موقع تاع علي اكسبرس، تلقاو الروابط تاعهم كامل في وصف الفيديو. مرحبا بكم، والان ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم والى فيديو قادم ان شاء الله. Peace.